السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار، نبدأها دائما بالعناوين. الكاظمي يشدد على ضرورة توفير الأجواء الصحية اللازمة خلال اطلاعه على سير امتحانات السادس الإعدادي. بعد الأخذ بالإجراءات الوقائية، التربية تحدد 13 من أيلول موعدا لعودة الملاكات التدريسية إلى المدارس. تجاوزت حصيلة الوفيات بجائحة كورونا عتبة 900,000 حالة وفاة حول العالم. أهلا بكم. أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارة تفقدية لعدد من المدارس في العاصمة بغداد، واطلع على سير امتحانات لطلبة السادس الإعدادي. الكاظمي وبحسب بيان لمكتبه الإعلامي حث مديري المراكز الامتحانية على توفير الأجواء المريحة للطلبة لأداء الامتحانات ومراعاة الظرف الصحي من خلال الالتزام بكل التدابير الوقائية الكفيلة بحمايتهم من كورونا. كما شكر الملاكات التدريسية التي تقوم بواجباتها في تنظيم العملية الامتحانية بأكمل وجه وحرصها على مستقبل الطلبة. هذا وأعلنت وزارة التربية تحديد 13 من أيلول الحالي موعدا لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس للعام الدراسي الجديد. الوزارة وجهت في بيان المديريات العامة في المحافظات كافة باعتماد يوم الأحد الموافق 13 من أيلول الحالي موعدا لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية في المدارس، مع الأخذ بضرورة مراعاة الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية، إضافة إلى التقيد بالتباعد الاجتماعي. وعلى الرغم من مخاوف ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، أبدت وزارتا الصحة والتربية استعدادهما لإنجاح مسيرة العام الدراسي والمضي بجملة من الإجراءات لمباشرة الطلبة في مقاعد الدراسة. مع اقتراب العام الدراسي الجديد والذي يتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية عن موجة جديدة لجائحة كورونا خلال أشهر مقبلة، بدأت مخاوف العائلة العراقية على التلاميذ والطلبة، مخاوف وشكوك ألقت الكرة في ملعب وزارتي الصحة والتربية. وكانت لجنة التربية والتعليم قد قدمت بعض المقترحات، منها بدء العام الدراسي خلال منتصف الشهر المقبل وتقسيم الطلبة إلى وجبتين وإلغاء يوم السبت. هذه المقترحات قد تعطي بعض التطمينات. كانت الامتحانات الصف السادس الإعدادي هي رسالة اطمئنان انه يعني قادرين ان نمضي بالعملية التربوية في ظل هذه الظروف، يعني من ناحية التباعد، من ناحية الكمامات، تعفير الاماكن الدراسية. احنا ما خايفين، موفرين كل الاجواء الصحية والبيئية بالمدرسة، تم تعفير المدرسة، تم توفير القاعات بتباعد اجتماعي وتوفير رحلات، بس الخوف من اولياء الامور. ان هم الاولياء الامور عندهم رهبة وخوف من ارسال الاولياء الامور، خوفهم بارسال الطلاب الى المدرسة. ومع أول جرس يقرع سيكون هؤلاء الطلبة أمانة بيد الوزارات التي تصدت لتحديات عام دراسي يؤمل له أن يكون مثاليا. بالنسبة للمدارس أو الجامعات أو أي مؤسسة أخرى بها دوام أو بها عمل، إحنا عندنا ضوابط معينة نطلبها ويكون متابعة من قبل فرق مشتركة من وزارة الصحة والجهة المعنية مثلا وزارة التربية وغيرها. وزارة التربية عليها أولا أن تنجز منشآتها، تكمل استعداداتها ضمن إطار أن هناك جائحة وهناك عدد من الإصابات، كذلك ممكن أن تأخذ العون، يعني تتعاون وزارة الصحة خاصة في جانب التعفير، في جانب الفضاءات تنطي القرار بها. مسار الأحداث المتسارعة وطبيعة الوباء يلقي على كاهل هذه المؤسسات عبئا من قبيل مراعاة شروط السلامة دائما وتعفير المؤسسات التربوية بشكل مستمر ووضع الخطط البديلة كلما استجد في الموقف الجديد. منشد الأسدي، العراقية الإخبارية، بغداد. قررت خلية الأزمة في النجف الأشرف فتح المحافظة أمام الزائرين الوافدين إليها لأيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. وأضاف رئيس الخلية لؤي الياسري أنه تمت الموافقة على نقل جثامين ضحايا جائحة كورونا من المقبرة الجديدة إلى المقبرة القديمة وتشكيل لجنة مختصة لتنفيذ ذلك.
الحياة لطبيعتها إلى شوارع الأنبار رغم استمرار المعدلات المرتفعة في الإصابة بفيروس كورونا، ألقى على عاتق المواطنين مسؤولية التقيد الصارم بشروط الوقاية الشخصية الذي يعد العامل الحاسم في كبح انتشار الجائحة في المحافظة. مع دخول العراق مرحلة التعايش مع الوباء وإعادة فتح الأسواق وباقي المفاصل الأخرى التي ستمكن من عودة تجمعات المواطنين، فإن معدل تسجيل الإصابات ما زال بذات الوتيرة، وهو ما يلزم أخذ تدابير وقائية مضاعفة من الجميع لتجاوز هذه الإحصائية وإنجاح هذه الخطوة. ننصح المواطنين الالتزام بالكمامة والكفوف وابتعاد عن التجمعات، وهاي الأسواق لامة، المريض والمو مريض والبيشي والما بيشي، فندعم من المواطن شوية يتجنب هاي التجمعات، يتجنبها. هاي تفوت بشارع الأطباء تلقى لك أشكال البشرية، عمي مو هيك، التزموا، تجمعات مو زينة، أمراض، هسه بديرتنا الله وكلك إعلام الله 10-15 بيت المصابين بهذا المرض. التزام بالشروط الصحية، شروط الوقاية، والابتعاد عن التجمعات، لازم ما يتجمعون، فأحسن ما يرجع الحضر من جديد نرجع، إصابات موجودة وبكثرة. موجود المرض ولازم نلتزم بالوقاية أكثر وأكثر. التعايش مع المرض يعني شيء ايجابي لمصلحه الانبار، كذلك احنا نريد نرجع الانبار الى سابق عهدها من حيث الامان وحيث الاستقرار وحيث الاعمار، فما نريد نخلي عقده، فلازم نكون ايد واحده ونتعامل، والوقايه خير من العلاج. اعاده الحياه بكل مفاصلها قد تفهم من البعض بصوره خاطئه، وهو ما قد يزيد في تسجيل عدد الاصابات الخطره، أمر جعل المواطنين الملتزمين بالوقاية يطالبون الجميع بالاستمرار بأخذ الحيطة والوعي الصحي. دخلنا الآن مرحلة التعايش مع المرض، هذا صحيح، ولكن نطالب احنا بالحذر، المرض موجود والإصابات كثيرة جدا، احنا نطالب انه يحذرون. اكو فيروس منتشر، وعلى العموم انه الناس كلها ذبت الكمامة وما قامت تاخذ بالوقاية من هذا الفيروس المنتشر، راح تصبح يعني مشكلة كبيرة. الإصابات بفيروس كورونا لا زالت تسجل، وخطر انتشارها مقرون بالتزام المواطن والرقابة على المخالفين. عمر الدليمي، العراقية الإخبارية، الأنبار. إذن مشاهدينا الكرام، حول هذا الموضوع ينضم إلينا عضو اللجنة الإعلامية لخلية أزمة مواجهة جائحة كورونا الدكتور مؤيد خلف. دكتور، بداية، كيف تصف العودة التدريجية للحياة في مدن وشوارع الأنبار في ضوء الواقع الوبائي في المحافظة؟ دكتور مؤيد، تسمعني؟ دكتور مؤيد، أعيد على حضرتك السؤال، كيف تصف العودة التدريجية للحياة في مدن وشوارع الأنبار في ضوء الواقع الوبائي في المحافظة؟ يبدو أن هناك خلل تقني سنحاول إصلاحه. إذن مشاهدينا، التباعد الاجتماعي هو الحل الأسلم لتلافي مزيد من الإصابة بفيروس كورونا، ولا سيما في العراق الذي يشهد ارتفاعا بأعداد المصابين في ظل استمرار التحذيرات من موجات خريفية تزيد حدة الوباء. ما يدور في الشارع العراقي من قلق بسبب موجة ثانية أو ثالثة لفيروس كورونا، تحذيرات وجهت من ذوي الاختصاص لتجنب الإصابة بفيروس كورونا والالتزام بالشروط الصحية والوقائية. ما زالت البلدان تقاتل ضد فيروس كورونا، تارة تشدد الحظر الصحي وتارة أخرى تخفف إجراءاته، كل حسب الموقف الوبائي لدولته، لا سيما مع اقتراب التوصل للقاح يتفوق عليه، إذ تبرز مخاوف جديدة من موجة ثانية أو ثالثة في الخريف المقبل حسب ما أكدته المنظمات الدولية والصحية. نتوقع المرحلة الثالثة اللي قد تكون هجمتها في شهر تشرين، نهاية تشرين الأول إلى بداية تشرين الثاني وشهر 12. حقيقة الإجراءات الرئيسية للحفاظ على عدم الإصابة بفيروس كورونا هي الوقاية، الوقاية
ثم الوقاية ثم الوقاية. هم ليش سووا حظر تجوال حتى العدوى ما تنتشر. المعنيون في وزارة الصحة ينصحون باتباع الإرشادات الوقائية والالتزام بالشروط الصحية الواجب اتباعها بعد تزايد الإصابة، لا سيما والاستعدادات جارية لاستقبال الزيارة المليونية. موجة متوقعة خاصة بعد زيارة العاشر من محرم والاختلاط الكبير بين فئات المجتمع. استعداداتنا احنا مستمرة كمستشفيات واتخذت اجراءات لزيادة السعة السريرية خاصة بعد فتح مركز العطاء اللي موجود بالرصافة وكذلك في الكرخ معرض بغداد. وينصح خبراء الصحة بالابتعاد الاجتماعي والالتزام بالشروط الصحية والوقائية فضلا عن نشر التوعية في صفوف المواطنين لتجنب الإصابة. من بغداد محمد العيدان، العراقية الإخبارية. عادة الحياة لتدوم من جديد في المرافق السياحية بالسليمانية، رافقها تشديد عمل اللجان المختصة في متابعة تطبيق الإجراءات الصحية في المرافق السياحية وعلى أفواج الزائرين للمحافظة. مع دخول قرار رفع حظر التجوال حيز التنفيذ في إقليم كردستان، بدأت الحياة تدب تدريجيا في الأماكن السياحية والمصايف ضمن لائحة تعليمات تنص على عدم دخول أي مرفق سياحي ما لم يلتزم السائح بكامل التدابير الوقائية. اللجان التابعة لمديرية صحة السليمانية مستمرة في عملها لحماية المواطنين من هذا الفيروس من خلال مراقبة المطاعم والأماكن السياحية والفنادق ومحاسبة المخالفين حسب الإجراءات القانونية المقررة من قبل خلية الأزمة. هناك تنسيق بين دائرة السياحة ودائرة الصحة، كذلك حرصت دائرة السياحة على عملية تسهيل دخول السياح من المنافذ والسيطرات. اللجان مستمرة، لجان التفتيش مستمرة على الفنادق وكافة المرافق السياحية. وبينما تستعيد المصايف وباقي الأماكن السياحية عافيتها، تواصل اللجان المختصة عملها في مراقبة ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية وسط ارتياح وترحيب من قبل أصحاب الفنادق والمجمعات السياحية في السليمانية. نحن كأصحاب فنادق نقوم بواجبنا تجاه النزلاء للوقاية من المرض، حيث نقوم بقياس درجة الحرارة وتوزيع الكمامات للوافدين وكذلك تعفير الغرف بعد مغادرة أي نزيل حفاظا على السلامة العامة. على الرغم من عودة السياحة في محافظة السليمانية، إلا أن خلية الأزمة هنا ما زالت تراقب تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية حفاظا على سلامة المواطنين. من السليمانية أحمد جاسم، العراقية الإخبارية. عن عودة النشاط السياحي إلى محافظة السليمانية ينضم إلينا مراسلنا سيف حقي. أهلا بك سيف. بداية ضعنا في صورة الموقف الوبائي في السليمانية. نعم، يعني ما زالت محافظة السليمانية تسجل إصابات ووصل عدد الحالات لحد هذه اللحظة إلى 12,000 إصابة في عموم محافظة السليمانية والأقضية والنواحي التابعة لها، وعدد حالات الشفاء وصل إلى أكثر من 8,000 حالة شفاء. كل هذا يعني الحمد لله بدأ يعني الإصابات يعني بالتناقص يوما بعد يوم على الرغم من يعني فك حظر التجوال وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا هنا في السليمانية. البارز بالموضوع هو يعني انخفاض كبير في عدد الوفيات، وهذا جاء من خلال التبرع الكبير لعدد المتعافين ببلازما الدم والذي وصل عددهم إلى أكثر ما يقارب 800 متبرع من المتشافين من فيروس كورونا تبرعوا ببلازما الدم، وهذا مما خفض عدد الإصابات وعدد الحالات الحرجة وخفض بشكل يعني كبير وملحوظ من عدد حالات الوفيات هنا في السليمانية. خلية الأزمة ما زالت تطبق التوجيهات بخصوص يعني الحفاظ على سلامة المواطنين ومتابعة الأسواق وكذلك تطبيق القرارات التي من شأنها حماية المواطن وسلامة الناس بصورة عامة، خاصة في الأماكن التي تشهد زحام وتشهد تواجد كبير للناس. وكذلك هناك لجان مشكلة من قبل إدارة قائم مقامية السليمانية تتابع يوميا تطبيق هذه القوانين أو هذه النقاط التي من شأنها كما قلت الحفاظ على سلامة المواطنين. وهناك يعني دور كبير
لمنظمات المجتمع المدني وكذلك رجال الدين هنا في السليمانية من خلال التوعية في مواقع التواصل الاجتماعي ويعني المواقع الأخرى التي يعني وهذا كله يعني جعل من المواطن يعي خطورة هذا الوباء، وكذلك هناك التزام أكبر من قبل المواطن بهذا الجانب. طيب، ما هي الاحتياطات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة موجة جديدة من الجائحة مع عودة الحياة الطبيعية كما قلت لي إلى القطاع السياحي؟ نعم، بالتأكيد مع عودة يعني الحياة في محافظة السليمانية تدريجيا، خاصة من خلال إقامة بعض النشاطات هنا وهناك وفتح المناطق السياحية أمام السائحين والوافدين من وسط وجنوب العراق، اتخذت الحكومة المحلية هنا في محافظة السليمانية التدابير التي من شأنها يعني عدم انتشار الوباء خاصة في الأماكن السياحية. الكل يعرف بأن محافظة السليمانية توجد فيها مناطق سياحية ويعني مصايف كبيرة، وهناك من يرتادها خاصة من أهالي السليمانية وكذلك السائحين. هناك لجنة ما يقارب 24 لجنة شكلت في عموم محافظة السليمانية لمتابعة الأماكن التي تشهد زحام، ويعني أبرز هذه القرارات، هناك قرارات صارمة بصراحة بحق المخالفين الذين لا يطبقون الإرشادات الصحية. في حال دخول أي مواطن أو أي وفد سياحي إلى منطقة سياحية يجب تطبيق الإرشادات الصحية، وأولها هو ارتداء الكمامة، وإذا لم يتوفر الأمر فهناك لجنة تتابع المناطق السياحية وكذلك من خلال التباعد الاجتماعي ومحاولة تطبيق هذا التباعد للحفاظ على سلامة المواطنين. وهناك مخالفات تصل إلى 2 مليون دينار لكل من لا يطبق هذه القوانين، خاصة كما قلت في الأماكن التي تشهد زحام وتشهد توافد كبير من الأعداد من أعداد يعني الناس والمواطنين لها. ما زالت اللجان مستمرة يوميا بعملها لتطبيق هذه الإرشادات، وما زالت محافظة السليمانية تتبع ويعني تلتزم بهذه الإرشادات الصحية. وهناك بعض المخالفات البسيطة، هناك يعني اللجان تتابع هذا الموقف وتتابع سير تطبيق الإرشادات الصحية وسير تطبيق ما جاءت به غرفة العمليات وكذلك خلية الأزمة. أشكرك شكر الجزيل سيف حقي مراسلنا من السليمانية، شكرا جزيلا لك. في إطار التعاون المشترك بين العراق والأردن لمواجهة جائحة كورونا، أرسلت الحكومة الأردنية وجبة ثانية من المساعدات الطبية إلى العراق بواقع 5 قوافل محملة بالمستلزمات الطبية للمؤسسات الصحية في البلاد. اليوم أعتقد 5 قافلات موجودة، والمرة الماضية أيضا كانت قافلات أرسلت للعراق، وهذه هي الوجبة الثالثة من المساعدات الطبية إلى الجيش الأبيض بالعراق حتى يساعده في محاربة وباء كورونا. شاحنات اليوم هي 75 باليت، اللي هي عبارة عن فيس ماسك وعن جاونز وعن بدلات وبعض الأمور اللي حتساعد الجيش الأبيض بالعراق.